برحب بيك مرة تانية طبعا يا أستاذ إبراهيم، ولسه مستمرين معاكم من وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقد الشراكة للراعي الرسمي الرابع طبعا للنادي الأهلي، شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. ومعايا دلوقتي واحدة من فتيات الذهب، هي يعني حريصة إن هي تكون موجودة النهاردة في المؤتمر، كابتن آية الشامي. خليني في الأول طبعا أرحب بيكي على شاشة قناة النادي الأهلي وأقول لك مبروك على بطولة كأس السوبر، البطولة الأولى من نوعها. إمبارح شفنا طبعا فتيات الذهب بيتألقوا إمبارح في هذه البطولة، عايزة أبارك لك طبعا، ويعني كان ليكي دور كبير امبارح جدا في ان احنا نكسب هذه البطولة. الله يبارك فيكي. طبعا انا برحب بكل الموجودين في الاستوديو. طبعا الحمد لله، يعني ان دي كانت بالنسبه لنا اول بطوله تتعمل في مصر، سوبر، فكانت بالنسبه لنا اهم حاجه ان تبقى اول اسم ليها يكون النادي الاهلي. فكان التارجت بالنسبه لنا احنا ما كناش عارفين اصلا ان هي هتتلعب، هي طلعت فجاه ان هي هتتلعب، لان هم كانوا هيلعبوا الولاد بس من غير بنات، وبعدين لعبوا البنات قبل حتى الولاد، فكانت بالنسبه لنا بطوله وكنا عايزين ناخدها وهتفرق معانا جدا، فركزنا فيها قوي والحمد لله ان احنا قدرنا نفوز بيها الحمد لله. طبعا لو هنتكلم يمكن البطولة خلصت امبارح، كنتوا موجودين وبعد طبعا تسليم الميداليات وتسليم الكاس، بعديها على طول انت كنت حريصة، على الرغم من البطولة امبارح خلصت متأخر، ولكن كنت حريصة النهاردة انت تكوني موجودة مع النادي الاهلي طبعا علشان تحضري توقيع عقد الشراكة ما بين النادي الاهلي وما بين شركة المراسم. لو هنتكلم عن فكرة دعم لاعبات النادي الاهلي، وكمان يعني يمكن القسم الرياضي او النشاط الرياضي كله لما يكون موجود النهاردة في المؤتمر عشان يدعم النادي الاهلي في خطوة زي، طبعا الموضوع ده بيأثر معانا جدا كرياضه في النادي الاهلي يعني، ونشاط رياضي هو بيفرق معانا، ودايما الاهلي معانا في كل حاجه، فطبيعي ان احنا لما الاهلي يبقى محتاجنا او كده او في حاجه هتفرق معانا كلنا كرياضيين او اسم النادي الاهلي، لازم نبقى موجودين فيها يعني، وبيكون شرف لينا كلنا ان احنا بنمثل النادي الاهلي يعني. كابتن ايه، لو هنتكلم طبعا عن تاريخ ومبادئ النادي الاهلي، اكيد انت واحده يعني من بنات النادي الاهلي، فهنتكلم اكيد ان شركه المراسم او شركه يعني بحجم شركه المراسم لما تكون موجوده طبعا بتدور على مبادئ وتاريخ زي النادي الاهلي. لو هنتكلم عن انت شايفه ايه اكتر الحاجات اللي ممكن يكون اي شركه تانية بتختار النادي الاهلي على اساسها بالنسبه للتاريخ والمبادئ؟ هو اكيد ما فيش تاريخ زي في مصر زي تاريخ النادي الاهلي، ولا في مبادئ واساسيات زي النادي الاهلي. هو كلمة واحدة يعني، النادي الأهلي دي منظومة، ما حد يعني أي حد بيشترك فيها أو أصلا بيبقى سبونسر ليها ده شرف ليه. فالنادي الأهلي دي حاجة كبيرة جدا، مش في مصر بس، في أفريقيا وفي كل الدنيا يعني عارفين مين النادي الأهلي، فطبعا ده حاجة كبيرة قوي إن أي حد يبقى سبونسر للنادي الأهلي أصلا. اخيرا بقى لو هنتكلم عن فكره ازاي بيعود ده على طبعا تدعيم الموارد للنادي الاهلي، ازاي بيعود على الفرق الرياضيه المختلفه طبعا في النادي الاهلي، منهم واحده من طبعا اكيد فريق الكره الطايره، شايفين طبعا بطولات كتيره جدا مختلفه سواء على مستوى باسكت بول، فولي بول، كمان يعني كره القدم. لو هنتكلم انت شايفه ازاي ده بيعود على كل الانشطه الرياضيه الاخرى على النادي الاهلي بعد التعاقد مع عدد كبير من الشركات الكبرى؟ هو اكيد السبونسرز دول بيفرقوا جدا في التعاقدات مع اللعيبه بقى عامه، لان احنا دلوقتي في النادي مش يعني في كام محترف في النادي الاهلي كنشاط رياضي، فاكيد برضو ده بيحتاج سبونسرز، بيحتاج حاجات كتيره قوي تساعد النادي في ان هو يدعم اللعيبه كلها، فده بيفرق جدا مع النادي. وصراحه الاداره بتبقى بتهندل الموضوع كويس قوي مع النشاط الرياضي، ان هو اي حاجه اي لعبه محتاجه اي حاجه هو بيقدر يوفرها لها، فاكيد برضو السبونسرز دي يعني بتساعد في الموضوع ده اكيد. كابتن ايه بشكرك جدا، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه النادي الاهلي، والف مبروك مره تانية على كاس السوبر. ميرسي، الله يبارك فيكي، شكرا، ميرسي قوي، شكرا. استاذ ابراهيم، طبعا ده كان لقائنا مع واحده من فتيات الذهب، كابتن ايه الشامي، اللي كان ليها دور كبير جدا ان طبعا يعني فتيات الكره الطايره ان هم يفوزوا بكاس السوبر مساء امس، وزي ما احنا سمعناها يعني وشفنا اكيد اتكلمنا معاها ان هي كانت حريصه ان هي تكون موجوده النهارده، وايضا يعني معاها عدد من زملاتها موجودين النهارده في وقائع هذا المؤتمر الصحفي علشان يشهدوا على هذه الاتفاقيه وهذا التوقيع طبعا الكبير. وزي ما احنا طبعا سمعناها يا استاذ ابراهيم بتتكلم على فكره ان ده بيعود عليهم كلاعبات ايضا بالنفع الكبير جدا، لان اكيد هم محتاجين يعني سبونسرز يكونوا موجودين، وايضا يعني ده بيساهم في ان هم يفوزوا في عدد كبير جدا من البطولات. لسه مستمرين معاك طبعا يا استاذ ابراهيم ومع ضيوفك الكرام ومع كل جماهير النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي في وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الاهلي وشريك الرابع طبعا شركه المراسم الدوريه للتطوير العمراني.